السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا المحترمين في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم أبديت. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء، والذي نستضيف فيه كل ما هو حديث الساعة. وحديث الساعة هنا في ولاية الواد، مطعم من مطاعم ولاية الواد، الحديث عن مطعم القلة وما أثاره من جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر الأبرز من بين المطاعم والأكثرهم نشاطا في مواقع التواصل الاجتماعي. أسعد وأتشرف باستضافة أحد الشيفان الخاصين مطعم القلة الحديث عن تجاني ذهب. مرحبا بك تجاني. وش حوالك ياسين؟ والله لاباس الحمد لله. أول ظهور إعلامي؟ نعم. مرتبك شوي مقلة. قربنا سيدي الميكروفون قبل ما نبدأ مسك. أيوة جماعة راهي حاضرة بقوة اليوم، شوية صلاح الدين ونجيب كلهم جماعة يستنى. نبدأ بالواحد بالواحد وقول لنا هذا منهم. حيرك محمد نجيب، حيريك محمد نجيب. محمد نجيب من هو هذا؟ وين؟ والله واحد من جهة. واحد من جهة. زيد لنا شوية صلاح الدين. يقرأ معي هذا مصاص يخونه في بعضهم. واحد يجي يعرض والاخر قبل ما والاخر ما يجيش، مش مشكل. كمال، سهان، نجيب، عمر، عبد الرحمن، كاميرا من يتابعوا في البث. معليش يا سيدي، انت عارف عليك اكثر تجاني، اسمك، لقبك، العمر. ذهب محمد تيجاني. ايوه 20 سنه العمر. 20 سنه. نعم. ذهب محمد تيجاني. على بالك اول خطر انا اسمعها هذه محمد تيجاني. قداش لي نافك تو؟ قداش عندنا؟ قداش شو مدة كبيرة. وانا عرفت اسمك محمد تجاني، مش اعطينا قرب، زيد قربنا شوية الميكروفون. قابله قدامي قد صحة تجاني. نبدأ بمطعم القلة. معليش التسمية، اسم مطعم القلة وكيفاش جات الفكرة هذه اول مرة؟ بعد مشاورات معنا قاعدين هنا وعمامي، كي خممنا باش نفتح رستورا وهنا معنا مبازين حالين بازين على لحم القلة. جات في معنا، جت اسم القلة جاء مسرق معناها في النطق وكذا. صحيح وسهل واي واحد يقدر يحفظ. يقدر يحفظ. صح. القلة بالضبط. خلينا نقولوا اول ما خممتوا انكم مش تحلوا محل، وش الحوايج اللي بازيتوا عليها وقلتوا يلزم تتوفر عندنا وما توفرش عند باقي المطاعم؟ الاكلات التقليدية، النظافة، حسن الاستقبال. زيد وش ياخذ؟ هذا صح. عندنا حتى الاكلات المقدمه، اكلات مقدمه ما تلقاش بلايص اخرى. مثلا كيف اللحم القله ساعه انت معناها البنه تاعها ما تلقاهاش بلايص اخرى. نقدر نقولوا نلقوا القله في بلايص اخرى. تلقى القله بصح القله تاع مطعم القله ما تلقاهاش بلايص اخرى. من هو المسؤول عليه؟ نائب العبد التجاني. التجاني بطبيعه الحال. صح. ما تقدرش تقول لنا طريقه تاع القله التجاني؟ والله هواي سهل خاطي تبقى يبقى فيها سر. يبقى فيها سر المهنة، وهذه أسرار المهنة بطبيعة الحال. الأكلات المقدمة قلنا لحم فقط عندكم؟ كان عندنا الأكلات التقليدية. صح. مثلا ملوخية، شخشوخة، سفة، سم ديروا كسكسي وسفة. صافي. عندكم ثاني الحوايج الدائمة اللي عندكم ديما واللي هي كيف اللصوص، كيف عندنا اللوبيا، عدس، طاجين فرماج. هذه حوايج ديما. هذه حوايج ديما. صح. تجيني على وش تشرف انت في المطعم القلة؟ ها؟ على وش تشرف انت؟ وش الحوايج اللي طيبها من تجاني المربوط بها من تجاني يوميا؟ الحوايج الطيف المندي كل، كيف اللحم، كيف اللحم المندي، لحم القلة. هذه نعم. لما نقول لك درجات صعوبتها تجاني، انك نهار تنسى دير ما ديرش حاجه سالك الحاجه. تسرى. مثلا اعطيني احكي لي حكايه مثلا. تنسى حاجه خطره ما ديرش حاجه، ما ديرش مثلا ليزبيس ولا. صح. كيش يخرج مطعم اللحم؟ كيش يخرج؟ هو اللحم مهما كان يجي سما خاطي. صح. هذيك حوايج زايده. حوايج زايده. صح. وكيفاش عالج المشكله يعني؟ والله نعم. النهار جيت تحلو في اللحم لقيت تجاني ما دارش زيبيس. عادي تقدر تزيد من بعد ما. ما كاش فرق. ما كاش فرق. سما كاش. كاين فرق، مش خاطر فرق كبير. نعم. سما نهار كاش ما راحت لكم في مطعم يقول له راه تجاني ما دارش زيبيس كدير. تجاني صح. بعيدا عن المطعم يقول له، علاقتك بالطبخ كيفاش بدات؟ والله من الصغر عايشين مع من عندي جدي من نشفى روحي وطباخ. سما في العراس؟ ايه كان يطبخ في العراس وكان يطبخ حتى بال. صح. المطعم. الفرق بين العراس والمطعم وش كاين الفرق؟ فرق كبير. مثلا تخدم المطعم عندك حاجه محدوده تخدمها والسلام عليك. ايوه صح. في العرس غاشي ومنا ناس كل سنه فيه.
وديما كان القلق وكل شيء. لو نقول لك تجاني وين تكمل حياتك، في العراس ولا تكملها في المطعم؟ في المطعم. باينه، ما هذا سؤال ما يحتاجش كيسيون. صح تجاني ما بديتش تخمم انك تخدم في العراس؟ لا. وين؟ وين وجامي جامي معناها كنت انت شيف رئيسي يوم ما في في كشارس كمان؟ لا والو، ما تحولش اصلا ذات. صح تجاني دخلت طبخ طول، حبست قرايه كوش كداي؟ لا من قبل ملي نقرا معناها كنت نعاون في جدي، نروح للرستورو مع عمي مع بابا. عمي وبابا وجدي ما عائله تاع طبخ، كبرين في الطبخ. سمع حتى يجي صعد هذا راه ان شاء الله اذا سهل ربي راه شدنا مطعم. قول نعم. مليح سيدي. اصعب الحوايج اللي تواجهك تجاني في المطعم تجاني كيف الربطه تربط مصباح لليل؟ مصباح لليل صح تجيني ساعه خطر نولي معكم انا عم بالك نروح صباح ونرجع العشوة ونزيد نروح نرجع في الليل ونلقى تجاني هو نفسه هو اللي كان واقف وراح جاب وشي طاوشي نفس الشيء الروتين الحاجه راهي تعاود نفس الروتين كل يوم. وش ينتج عن هذه الحاجه؟ ما تقلقش ما تقول شي زي فيها براكه نحبس نشوف حاجه اخرى. الدوام دوام مكان الدوام يحفي خاطي دوام هو بطبيعه الحال يتجاني راهو في اي عمل في تعب وفي ارهاق وفي كل شيء. صح تجاني مستقبلا في مجال الطبخ، هل وش راك تخمم معناها كما تقول معناها طيف العراس ولا؟ صح في المستقبل ماكش مخمم دير حاجه كيما؟ لا مخمم. صح نصعب لك شوي، وقتاش نشوفوك خارج القله تجاني داير مطعم واحد هل تخمم فيها؟ نخمم فيها بصح خمم فيها. مش معناها فرع اخر تاع القله. صح جماعة نجيب وجماعة الباقي المولف يجي تاكل عنجل التجاني، التجاني راه ما عادش مطعم القله رسميا. بعد اللي جاب هذه شعراوي يخمم، احنا ما خلوش يخمم يخرج قبل ما يخمم. صح تجاني لو نقول لك صح عد عندك محل مطعم وش راح يكون اسمه مثلا؟ القله اللي قلت لك معناها فرع ثاني القله باش كي نفتح نفتح. ايوه تسمى ما نديروش اسم اخر. لا ما تسميش المندي هكا. لا والو اي مليح. تسمى تجاني راح يكمل في باش نقول لك العرس يكمل في المطعم ما في حد جديد القله ما راكم ديروا في مسابقات راه نشوف في ياسر حوايج. نعم صح الحوايج هذه قدمت اضافه دارت حاجه مليحه. دارت حاجه مليحه المره. مليح وش عندنا وش عندها القله بالنسبه للبرامج ولا الحوايج اللي تقدم فيها مسابقات ولا طنبوله ولا؟ عندنا طنبوله كيف تو عندنا طنبوله تاع شهر مارس. وش شروطها؟ شو شروطها انك تشري من المحل 250 برك وتدخل معنا القرعه فخر شر يجينا حمودي يدير لنا القرعه نجي هم العبد الضعيف اللي قدامكم يدير القرعه والاعلان ان شاء الله راح يكون ليله الشك ليله الشك سما في ليله رمضان ليله رمضان نكلموك مع المغرب تجي تجي تهز العشاء تاعك والحمد لله معنا افضل تروح لواحد يستحقها واحد شراه من عند المطعم وجا للمطعم فيستاهل مش مشكل. هذه ريحت شويه تجاني خلاص ما ارتباك ما عادش تجاني يقال بان حشام حشام جدا والضيوف كامل نجيبهم يكونوا حشام وما يدوش يتكلموا لكن تجاني راك تهدر براحه وما شفنا حتى حاجه. نروحوا سيدي مباشره الفقره على السريع الفقره الثانيه من فقرات ابديت. نعم مباشرة نرحبوا بكل من التحق بنا في هذه اللحظات. حبيبي يقول هيو لي الحاسي خليفة وديروا لي زيارة للمحل نتاعنا. مرحبا بكم، زياركم تزيدنا شرفا. الحليب اللي بيع انواع ومشتقات الحليب لازم ندير لنا زادة يد تجاني في الصحراء يقول لك شوية صلاح الدين. صح ايضا ربي يوفقك تجاني ان شاء الله نجيب. عندنا محمد لمين لاحق يقول لك مطعم يقول له الفخامة. صح سهاد تقول ان شاء الله راح نديروا زياره المطعم القله. مرحبا بكم. من وين من وين مزقم للقله مخلين ابو اشرف بعدك ثم نقابل حوشكم المطعم القله هذا قديش خلي مطعم شويه. صلاح الدين يقول هي نجي كيف نسوي القله. مرحبا بك يا سيدي نفكر اقول لك الطنبوله 250 ما انا لحق 250 وهي. مرحبا بك مش مشكله سيدي. نروحوا للأسئلة على السريع تجاني ما تحاولش تخمم كل صراحة وبوضوح ما تصعبهاش ياس. سكين الذهبي 2022 أفضل طباخ في ولاية الوائل. عيسى عيدان. عيسى عيدان علاش عيسى عيدان؟ هو معناته كل اللي مشرفنا خلي تقول مشرفنا. نعم سيدي نوجه له تحية وبارك الله فيه وربي يوفقه إن شاء الله راهو رافع راية ولاية وتسوف ربي يحفظه إن شاء الله ربي يبارك فيه وإن شاء الله نشوفوه في مراتب ما أفضل دخل موسوعة جينيس قبل أيام نتمنى له التوفيق إن شاء الله.
مسابقة تريد المشاركة فيها يا تيجان؟ هل تحلم راك حابة تدخل مسابقات؟ الوقت الحالي مزه. لا مش راك مركز. خمم في الخدمة صح. صح ما تحاول دورات وما إلى ذلك. دورات. ملح لأنه تيجاني من أنه لما شارك في المسابقة. ينجيبوا لو ولا ما يدخلوش. قدوتك محليا هنا في مجال الطبخ. جدي. عايش لحد الآن الحمد لله. آمين. عالمية في مجال الطبخ. شيف بوراك. أفضل طبق يخدم تجاني في القلة وتنصح به كل ضيف في القلة. طاجين فرماج. تو خليتنا اللحوم بأنواعها رحتنا معليش مش. تجاني طيب في الحوش. لا. وال. وال. ما هاتي في رمضان ما. إيه. صافي الوالدة ما استفاد حتى شيء. طباخ ذري طباخ ما قاعد شيء. ربي عينها سيدي. الأكلة المفضلة تجاني في الحوش. الحاجة الطيبة الوالدة ملحة في الحوش. كوسكس. ثم نخدمه في الكوسكوس لما منو يطيب فيه الكوسكوس؟ طيب فيه الطباخ صح ولا عمي؟ صح لو كان نقارنهم الكوسكوسي بتاع الحوشه مش كيف كيف والكوسكوسي لانه منتم تجاني مربوط من الصباح لليل ثم الكوسكوسي تفطر نهار الجمعه فقط في الحوش فقط قد هذاك من طعم له صح الكوسكوسي تاع الحوش نعم افضل يوم في حياه تجاني في ال 20 سنه هذه وين؟ يوم الافتتاح تاع الريستورانت أفضل يوم. أسوأ يوم في حياة تجان. قلنا وما تقولنا إيش الحادثة. قلنا وش صار؟ صارت حادثة وخلاص. ما ليش راح نحكي عليها بعد إن شاء الله من شهرين. مندي ولا قلة؟ قلة. صافي جماعة روحوا يقولها فكوا من مندي. حسب رأي تجاني طباخ ثم ويعرف صلاحكم. وأنا الأغلى. نفس الصوم. ما كاش كيف معناتها تجاني تعاند ولا متعاندش عاني لدرجة متخيلش لخ. حتى بتقولنا غلط نعم يا لطي وتجاني يقولوا انك تخلق من ثم سريع الالتهاب وسريع البرودة يتخلق من ثم ويبلغ من ثم مش مشكل شتاء ولا صيف شتاء سخانة وال وال قهوة ولا تاي قهوة تتقهوة في الحوش وال لا الرابطة تعال ضو ولا ظلام تجاني ضو اجتماعي ولا انطوائي؟ انطوائي اسبوع بدون قله ولا اسبوع بدون انترنت؟ بدون انترنت ما تقدرش بدون قله؟ هاك باش تجرب شهر ذات رمضان كامل انت مريح تعال شوف تصبر ولا ما تصبرش اكثر انسان داعم لتجاني في حياته يقول له قدم رانا معك عمي والوال عمي منهم؟ عبد الرحمن عمر تشبه اليوم الله يطيبك لو سمحت لك الفرصه انك تكتب كتاب عن ال 20 سنه هذه في حياتك وش يكون عنوانه؟ المكتوب مليح مثلك الأعلى في الحياة الوالد ربي يحفظه مشهور تريد ملاقات شاف بوري ما كانش واحد من هنا خوك اللي ما جبتش أمك وال اسم أعطينا اسم ما كانش واحد ذراعك دولة ذراعي إخوتي مليح بارك الله فيك حاولت نفكر يا عمر باش يردك الخير ما الله عالم مش عندي له هذا تجاني ايش مشكل يلا سيدي روحوا مباشره وبدون الاطاله الى فقره خلي له كلمه تجاني نذكروا بمطعم نقول لك كما قلت سواء كان جناح عائلي يا اخي نزور نقول لك قبل رمضان كاين ولا لا كاين هاي قالت لك كاين تسمى صح لانه هذه من بين الحوايج المميزه في جناح خاص بالعائلة وجناح أيضا خاص بالأفراح والمناسبات والأزواج وما إلى ذلك روحوا للصورة الأولى يا سيد رأو التقني تاعنا اليوم بطبيعة الحال أعطينا الصورة الأولى نعم راح تشوف وتعطينا كلمة للشخص المتواجد في الصورة يلا جدي الحاج الصغير وش يقول له تجاني؟ ربي يطول في عمره. وش ورث منها تجاني؟ وش هزيت من عنده صفات؟ الحرف. تعز ياسر. ياسر. لخة. هذا. عينك لما تدمعك تشوفه ودليل على شيء. حب العز. تعز ياسر. عز ياسر. لو كان جاء في كلمة وش تقول له؟ أعطينا الحاج في كلمة. أحسن صفة فيه الجود والكرم ورثت عنه نعم
نروح للصورة الموالي أيضا، الوالد الثاني. يلا راح نشوفوه، يا الوالد يا الأخ، الوالد ذات هذا وين؟ يلا باب. حتى هذا وش تقول له؟ ذرة هاي. واللي بحذا هذا؟ ودعمتي. كمية هذا كمية تاع إيجابية قاعدة تمشي معك، ما أدري أقدر إيش توصفها. الصفة الأولى تسمع عند الوالد، طيبة وكرم. كيف كيف نروحوا للوالد الثاني تو صح، واللي هو عبد الرحمن. لا عمر. عمر عمي هذا ذراعك. نعم. ما تحسش كاين فرق بيناتكم تجاني؟ عادي اي كلمه تتقال، كلمه تتقال عادي، ما كاينش حاجز، ما كاينش ما كاينش كي عمي كي خويا كي صاحبي. ايوه مليح يا سيدي. نروحوا للصوره الرابعه والاخيره. يلا الصوره الرابعه والاخيره. عبد الرحمن. عمك عبد الرحمن وش تقول؟ ربي يخليه، ربي يبارك فيه ان شاء الله، ربي يحفظهم كامل يا تجاني. شويه يقول لك نجعي صاحبك ومش خوك. نجعي محمد نجعي صاحب. من هو محمد النجعي؟ يقرا معي. معليش مش مشكله، انا هذا الشرطه فقط. مليح. شويه صلاح الدين يقول مطعم، يقول لا علامه ربي يوفقكم. يا سيدي مرحبا بكم دائما وابدا في مطعم القلة. خففنا ياسر في انتظار ان شاء الله اسئلتكم واستفساراتكم، وحتى نوضح لكم ان شاء الله اكثر بالنسبه للمطعم وبالنسبه ما يخص الحوايج المشرف عليها تجاني في مطعم القلة. نروح مباشره الى الفقره الاخيره. ما طولناش ذات الفقره الاخيره، واللي هي فقره الجانب المظلم. اللي كان يضحك هذا وين باش يتقلب لا يسرح ويشو وباش نشوفوا تجاني اخر. الجانب المظلم تجاني فقره من بين شروطها انك تجاوب على اي سؤال يطرح من تعليقات او من المنشط، ما دام السؤال لم ولن يمس من كرامه او شخصيه الضيف تاعنا. توافق ولا ما توافق؟ معليش. في انتظار اسئلتكم، ارسلوا لي عبر الخاص وارسلي لي عبر الخاص وارسلوا عبر الخاص كم راح نسالوا للتجاني. فقط في انتظار سعيد. عندي سؤالين بالمناسبه راح نسالهم للتجاني. تجاني، لما سالتك على احسن يوم قلت لي افتتاح مطعم القلة احسن يوم. لما قلت لي اسوء يوم قلت لي الحادث اللي صار لي. مش راح نحكي على الحادث الآن. هل أسوأ يوم هو الحادث؟ وفي أيضا النقطة اللي راح نحكي عليها هي أنه مطعم القلة كان مشترك مع مطعم آخر. أنت الآن تسمع تجاني بعد ذلك تجاوب. كان خلينا نقوله في شركة مع مطعم آخر، مطعم من مطاعم ولاية وادسوف. تجاني، هل لديك من المعلومات ما يكفي سبب الانفصال وفتح مطعم القلة؟ نعم. كي إجابتك تكون حذرة تجاه. تفضل. أنا كل واحد حاب يستقل بروح. نعم. كل واحد حاب يخدم الروح. هذا مكان. هذه السبب اللي خلتني مش نفصل. ما كاش مشكل ما كاش. لا واه. والو ذا. واه. بديناها بمحبة نكملوها بمحبة. بمحبة. زيد قربنا في الميكروفون تو السؤال الأصعب، وشاركونا بأسئلتكم بارك الله فيكم. تجاني أنا. الحادثة اللي صارت لك في مطعم القلة أنا. ويعرفوها مجموعة من زبائن مطعم القلة واللي يخدموا في مطعم القلة، الحادثة هذه وين خلينا نقولوا خلت لك طراس في حياتك ذات؟ أنا تقدر تحكي لنا الحادثة تجاني؟ نعم أم لا؟ لا لا تمنع منع من بيت أنا نحكي عليه. أنا خلينا نقول السبب وراء ذلك، علاش تمنع تجاني؟ لماذا؟ هكا ما نقدوش حتى نشيروه لا والو والو.
هي قال انت الان تجاني كسرت لنا الفقره لانه تجاوب على اي سؤال يطرح من طرف له، لكن احتراما الضيف يلزم نحترمه دائما الخصوصيات. هي مشكله، هي حادثه صارت للتجاني وخلت لها اثر بطبيعه الحال، هي تتعلق مطعم القله. تجاني الان الحادثه وش غيرت فيك؟ غير في ارمى حوايج. على سبيل المثال نذكر منها. نعم ما كلام وشوها ماذا بينا. الحاجة اللي خلت لك هذيك، لأنه إنسان بعدها راح يتوتر، يمكن حتى يحبس الخدمة. ما ما زيرتاش والو قال. الحاجة اللي خلت لك بعد ما صارت لك الحادثة هذيك وش تغير في التجاني؟ العزيمة. ما قررتش أنك توقف تجاني؟ لا تبعد فكني أنا، صارت لي مرة خلاص. الأيام الأولى باينة صار لك بعدك خلاص خلاص. لان لما تجي تجاني باش تقوم بالشيء هذاك ما متخافش؟ ما نخافش والو والو. وما صارت حتى واحد قبل؟ لا. وثبتها وش كانت هي؟ دخل فينا الوسط جواهم، بدينا ندخل في الطبعه قال. وثبتها بشيء مشكل هي دخل اه ايه ثبتها كان مشكل ما وفقتوا ليش؟ كان مشكل ما وفقنا ليش يعني. قلت لك مكتوب بدنا كل كاتب مكتوب صح، معليش مش مشكل. يزيك من أسئلة محمد، أعطينا سيدي لمين، أعطينا الأسئلة. إذا عندكم أسئلة أعطونا أسئلة قبل ما نختم. تجاني راح يعطينا كلمة لكل من راوي تبع فينا، لكل من ساند تجاني ولكل من دعم تجاني. ترجعنا موسيقى على الفقرة الأولى، تفضل تجاني. أنا كلمة لكل من ساندك وكان لك عون، الوالد الوالدة أصدقاء ضيوف مطعم القلة زبناء مطعم القلة، أعطينا كش معلومة حاجة أي حاجة. الله ربي يخليهم كل طوب عمارهم إن شاء الله. صح. زبائن مطعم القلة بواش جعدهم دي مكان جديد إن شاء الله. دي مكان جديد. إذن هذا كان تجاني في حصة أبديت. هذا كان خلينا نقوله شاف الصعد واللي امتنعنا على السؤال الأخير واللي هو بسيط جدا، لكن تجاني قرر أنه ما يجاوبش عليه. كنا ننتظر أسئلتكم جماعة، مش مشكلة إذا ما كانش عندكم أسئلة. هذا هو تجاني وهذه هي حياة تجاني من الداخل ومن الخارج. شكرا لك تجاني على حضورك معنا اليوم وتلبيتك للدعوة. إن شاء الله ترجع لنا مرة أخرى بجديد آخر بحول الله. إن شاء الله إن شاء الله. تجاني فرع القلة 2 بحول الله. إذن مستمعينا مشاهدينا نفضي في كل مكان، شكرا لكم دائما على حسن الإصغاء والمتابعة، شكرا على وفائكم الدائم لبرنامج أبديت الذي يأتيكم كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء. في انتظار اقتراحاتكم وتعليقاتكم. نعم قل له قل الحبيب يضحك. أقرأنا تعليق قبل ما نختم. في تعليقات نصيحة للتجاني، لا تكون صلبا فتكسر ولا تكون لينا فتعصر، وزر على ابتسامة على الناس. أكثر إنسان يمشي ويضحك التجاني. إنسان صح أكثر إنسان يمشي ويضحك نفس الشيء. إذن شكرا لك تجاني، شكرا لكم كامل. في انتظار اقتراحاتكم منكم تعطونا أسماء أخرى، ضيوف مميزة أخرى إن شاء الله نستضيفها هنا في قناة التحرير. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. نلتقي لحد المقبل إن شاء الله من السادسة إلى السابعة مع ضيف مميز آخر بحول الله. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. في أمان الله.